قال: ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه فقال له: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم قال له كما في رواية أخرجها الإمام الطبراني ولكن إسنادها ضعيف، قال له: يا ولدي إنك لاق ربك الليلة، فإن استطعت أن تكون حاجتك في أمتك فافعل. أعود فأقول: انظر إلى هذه الرأفة التي وضعها الله في قلوب الأنبياء. لا تطلب طلبات خاصة لك، اطلب خيرا لأمتك، أن تكون حاجتك في أمتك فافعل. ثم قال: أقرئ أمتك مني السلام على سيدنا رسول الله وعلى أبينا إبراهيم عليهما أفضل الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قيعان يعني أرض تحتاج إلى زراعة، أرض مجهزة فقط تحتاج إلى البذر، البذور التي تنبت فيها هي هذه التسبيحات.